نفس المقاس الاثنين بيركبوا على الفريم 7 سنتي، بس هذا لومن عالي وهذا لومن قليل لأنه تقنية ضعيفة. طبعا شوفوا الفرق لما بدي يضيق مكان، خصوصا دبل هايت حيكون أعلى بكتير بالموديولز. ال LED بحجم صغير طبعا، غير لما يكون في عندي موديولز ومحول. طبعا الاثنين بيركبوا على نفس الفريم اللي هو 7 سنتي، اثنين ممكن تبديلهم، بس الفرق انه انا لما فصلت الالكترونيات والمنبع الضوئي قد اوصل احصى نتيجة بتغنيني عن 10 لمبات عادية مع طويل بتجاوز 10 سنوات. خلينا نشوف الفرق بين اللمبة التقليدية القديمة وبين التقنية الحديثة اللي هي محول وموديول منفصل. طبعا هاي قوة الإضاءة للمنبع الأول، ولاحظوا شدة الإضاءة أعلى بالمنبع الثاني بما يقارب من 4 أضعاف. لذلك لما نستخدم الموديولز لإضاءته أعلى حيوصل لمسافات، حيعطي إضاءة أعلى بعدد أقل من اللمبات. طبعا منبعين الضوء فيني ركبهم نفس المقاس تبع العاكس اللي بيخفي مصدر الضوء، فما عنا مشكلة بالنسبة للمقاس.